من تعز مع العميد عبد الباسط بحر، المتحدث الرسمي للجيش الوطني في تعز. مساء الخير، اهلا بك معنا سيادة العميد. هل ممكن ان نعرف تفاصيل اكثر عما يقترفه الحوثي بالتوازي مع هذه الهزائم؟ يعني نتحدث اليوم عن تفخيخ للحوثيين بميناء الحديدة. حياكم الله وحيا الله الساده المشاهدين جميعا. الحقيقه الجيش الوطني ودعم واسناد الاشقاء في التحالف العربي وفي مقدمتهم الاشقاء في الامارات العربيه المتحده نصر نوعي كبير، تقدمات بعشرات الكيلومترات، تم تحرير مديريات بالكامل في الساحل، اقتربت قوات الجيش ودعم الاشقاء من ميناء الحديده، بدأت الميليشيات الانقلابية تقوم بتصرفات يعني غريبة، من ضمنها بيع بعض الأصول والممتلكات للميناء. من هذه التصرفات أيضا تفخيخ بعض الأجزاء في الميناء، أيضا حتى قام بعض الشخصيات الكبيرة والقيادية في الحوثية ببيع بعض منازلهم داخل مدينة الحديدة وبعض ممتلكاتهم ومقتنياتهم، بدأوا بالتخلص منها بانتظار ساعة الحشد وساعة الصفر التي هي باتت قريبة جدا. في أسلحة كمان، يعني في أسلحة كمان يتم من قبل الحوثيين طبعا، قاموا بنقل أسلحتهم. سيادة العميد، ماذا نعرف عن هذا الموضوع؟ ويحكى بأنه المواقع مجهولة اللي أرسلتهم إليها. نعم، ايضا تم سحب المقاتلين الذين هم من صعدة، تم سحب المئات من المقاتلين المنتمين الى مناطق شمال الشمال لمحافظات صعدة بالذات التي هي المعقل الرئيس للحوثيين، تم سحبهم بالكامل. يعني لم يتبقى الان من المقاتلين التابعين للميليشيات الا من ابناء مناطق وحجة والحديدة وتعز وإب فقط، اما بقيه مناطق الشمال الشمال العقائديين الذين تلقوا تدريبات وشاركوا في الحروبات السابقه تم سحبهم بالكامل، وايضا تم سحب بعض الاسلحه كما ذكرت. كان هناك اسلحه حتى استراتيجيه، كانت الصواريخ البالستيه تنطلق من الحديده الى بعض الاماكن، الان تم تفكيك هذه الاسلحه ونقلها الى اماكن غير معلومه تحسبا لوصول القوات الشرعيه الى ميناء الحديده والذي هو بات اقرب ما يمكن الان القوات على مشارف الميناء. واجلاء الخبراء الايرانيين ايضا سياده العميد، هذا ما يحكى عنه من ضمن كل هذه التي تقوم بها الميليشيات الحوثيه مؤخرا، ما المعلومات هنا من الحديده؟ نعم، الايرانيين في الحديده كان قد تم سحبهم في وقت سابق تقريبا، ايضا بعضهم لبنانيين يعني جنسيات لبنانيه، لكن في وقت سابق قبل فتره تم سحبهم الى مناطق غمار والى مناطق في صعدة بالذات الى العاصمه صنعاء. الان حاليا الموجود كان قياده تدربت على يد الميليشيات الايرانيه، نعم، وتدربت على يد الحرس الثوري وتلقت تدريبات سواء في لبنان او في ايران او خاضت تجارب سابقه في الحروب السابقه. هذه القيادات ايضا تم سحبها بالكامل قبل، يعني سحبت الى صنعاء والى صعدة ولم يتبقى الا من ابناء مناطق تعز واب و أنا أشكرك جزيلا. تعز، العميد عبد الباسط البحر، المتحدث الرسمي للجيش الوطني في تعز.